من وجهة نظر حضرتك في الواقع بقى في الحياة، ايه اللي بيضايق حضرتك دلوقتي في المجتمع ومحتاج يتعمل عليه سبوت في الدراما وفي التلفزيون؟ يعني الاهتمام المادي. يعني ايه بقى اهتمام مادي عند معظم الناس؟ المادة اولا. تمام. انا بكره ده، يعني انا عندي الاهتمام المادي اخر حاجة. يعني عمري ما حد طلبني شيء من الصراعات او دلوقتي الاهتمام يعني المادي من ناحيه التمثيل هو اصبح دلوقتي الاهتمام المادي اساسي. يعني بشوف حد مثلا اما حد يعرض عليه دور يقول له هتدفع كام قبل ما يقرا. صح. انا بعمل العكس، انا بقول له اقرا الاول، لو عجبك ابعت لي النص اقراه وبعدين نتكلم في الموضوع التاني. لكن ممكن ما يعجبنيش فما نحتاجش نتكلم. بالظبط بالظبط، يعني لازم انا اساس عندي الموضوع. ما هو ده، بصي هقول لك حضرتك، انما الشباب كلها عايزه الفلوس بس. هي الفكره بقت حزبه البيضه ولا الفرخه، الموهبه والموضوع ابداعي وانا حابب اعمل كده، ولا هو اكل عيش هنزل اعمل اي حاجه في اي حته مع اي حد ما دام هاخد فلوس. هي فكره موظف فنان بدرجه موظف. ده اللي مضايقني بقى من معظم الشباب، ان الموضوع بقى اكل عيش على راي احمد. الموضوع بقى مادي، انه بقى مادي بقى، هو بيشتغل عشان الفلوس. مش مشكلته الكونتنت، مش مشكلته الدور شكله ايه، العمل شكله ايه. طب هم شباب، وعلى سيره الجامعه نرجع ورا كده شويه كتير لاسكندريه. انت حضرتك دخلتي كليه وخلصتي الكليه بتاعتك وما كانش ليها اي علاقه بالتمثيل، ايه اللي خلاكي تتجهي لاكاديميه الفنون وانك انت تخشي تدرسي تاني؟ يعني اللي بيخلص دراسه دلوقتي ما بيصدق. لا انا درست تاني. حضرتك كانت درستي في اصرار. كان ايه الفكره بالنسبه لك انك انت تعملي ده او انك تتجهي الاتجاه؟ انا وانا في اسكندريه كنت في جامعه كليه التجاره. صح. كنت عايزه بعد ما خدت الثانويه العامه اروح معهد التمثيل، ابويا رفض، قال لي التمثيل ده تعتبريه هوايه لكن العلم علم، جامعه يعني جامعه. فدخلت الجامعه، عملوا فريق تمثيل، كنت فيه فريق تمثيل الكليه وفريق تمثيل الجامعه. عملت مسرحيه تبع الجامعه، طلعت الاولى على الثلاث جامعات. الله. والرئيس رئيس الكلية العميد بتاعنا قال لي احنا هناخد الكاس من الرئيس جمال عبد الناصر. الله. واحنا متفقين كلنا ان انت اللي تطلعي تستلمي الكاس. سلام. فطلعت استلمت الكاس من الرئيس جمال عبد الناصر وقت ما كان عز جمال عبد الناصر. كده باباكي لما شاف كده قال لك مسيري بقى خلاص. بقى بالظبط. قال لي يا بنتي ما دام الفن مقدر من الرئيس جمال عبد الناصر ادخل. عايزه تشتغلي ممثله ما عنديش مانع، بس خلصي الجامعه الاول. اجتهدت، خلصت الجامعه وابتديت بقى هشتغل ممثله. كانت قعدت تحرب ورا بتوع الممثلين اللي في اسكندريه ان يتعمل لنا فرقه. صح. المحافظه تعمل لنا فرقه، وهي فيها موهوبين كتير قوي. اسكندريه دي بلد مواهب مليانه مواهب، فالمحافظه عملت لنا فرقه.